لا بقول لك ايه الكلام ده متقل صموله قل صموله تعالى اخطف ابني ليه دايب فيه قوي مش قادر على بعده لحظه ده انا ندمان على اليوم اللي انا اتجوزت فيه اساسا وبعدين انا لو خطفت ابني هطلب فيه فديه 10000 جنيه ليه مجمد من الجمعيه انا ابني عنطوره ده بلدي مطلوبش فيه اقل من 25000 جنيه صموله ايوه من الاخر يا صموله ما تعومش في الهبل ها من الاخر وديت ابنك فين يا صموله معلش انا هجيب لك من الاخر يا عم عديلي الواد لحظه خطوف الخطفه انا هستشهد بيك يعني كان فين في بيت امه ولا في بيت صموله كان في بيت امه كان في بيت امه على فكره اذا فقد الشيء يدور عليه لا دولا بص الواد ده بقى سيبني عليه بقى دولا بقى وانا ماسكك مطروح عليه اهو اتفضل ولا انت خايف هو انا باين عليا ان انا خايف لا طبعا بص انا بتكلم من عليك انت الاخر يا صموله انت اكيد ندمان على اللي انت عملته لا خالص كسفك قوي بعدين يا عم عديل انا خدت عهد بيني وبين نفسي وقت انت يا صموله وقت انت يا صموله انا ندم الوحيد على حاجه واحده بس ان انا اتهببت واتجوزت الجوازه المنيله دي على راي المثل لا تبكي على اللبن في البسكوت ايه المثل العجيب ده حلو قوي دول البسكوت ده احنا جايين نسقي مالكش دعوه انت بقول لك ايه ما تتوهنيش انا من الاول اساسا رافض الجوازه دي لان انا ضد الجواز المبكر مبكر ليه هو كان الساعه كام انا طلعت مني كده انت مش فاهم انت مع مين بدحلبه بدحلبه انت حكم بيه بص يا صموله انت لو مش فاكر ايه اللي حصل في جوازك من نجلاء يا صموله انا ممكن افكرك بلاش بلاش يا عم عديلي لان النسيان في الزمن اللي احنا فيه ده نعمه لا تغتفر هفكرك يا صموله بلاش هفكرك عشان ايه ما تتوهش الكلام خش على الفلاش باك اديني علبة سجاير يا عم امين ازيك يا صامولة مش ناوي تخف السجاير دي شوية يا ابني وانا بشتري من دكتور في ايه الحارة ليه قلبت مستشفى وانا محجوز يا ابني خاف على صحتك صدرك يا ابني صدرك معروف سواق كده من فضلك ممكن علبة مناديل انا يا بنتي اتفضلي يا بنتي شكرا اتفضلي عمرك ما قلت لي اتفضلي يا بنتي راجلك جامد على الفيسبوك لا دي نينا الصغنونه اللي حاطه صوره البروفايل انا ضايعه يعني ممكن تحترموا نفسكم الله انتي كاتي كاتي انتي قولي احترموا نفسكم ده منظر ناس محترمه وبعدين ايه التقطيعه دي ايه التقطيعه الحلوه دي ايه القمر ده من فضلكم انا عايزه امشي يعني لا سلام عليكم رجاله لا مؤاخذه اتدخل في الموضوع عمر شبح يا استاذه اتفضلي انتي شكرا سموله انا صموله كده طيرت الصاروخ انت كده بقيتك ما كلمتكوش انت رجاله قولي يا برنس عايز ايه حلوه برنس دي عيب قوي لما تكون واحده ست واقفه وسطيكوا وعايزه تمشي عيب دي هتبقى ام يعني امك وامك وام سعادتك بص انا بتقبل النصيحه بس انت كده هتضيع لنا الحجرين اللي احنا شاربينه غور ياد من هنا غور ياد من هنا يعني انتوا هتوصلوها للضرب هي بقى هتوصل للضرب مين هيضرب فينا الاول ايه رايك نزين مين اللي هيضرب الاول؟ انت اللي هتضرب الاول ماشي قواعد الضرب مفيش ضرب تحت الحزام ومفيش شد من شعر ماشي قول لي بقى تاني واحده انت قلتها ايه؟ مفيش شد من شعر مفيش شد من شعر ممنوع ماشي ألف سلام عليك بجد يا صمولة أنا والله ما عارف أقول لك إيه يعني ده موقف شهم جدا منك يعني نجلاء حكيت لي صراحة على الموقف اللي أنت عملته وقد إيه إن أنت كنت بطل وحكيت لي على كل حاجة من أول بنية لآخر شلوت ما حكيتلكش على الإفيان ده أنا كنت أخد القفا أبص ركبتي وأطلع تاني الحركة كلها قعدت تقول عمرو صمولة بطولة عمرو صمولة بطولة الحقيقة إن هذا الموقف النبيل منك أستاذ صمولة أثبت إن شباب مصر ما زالوا يمتلكون انعكاسات إنسانية كانت قابعة في أساس موضعهم وابتدت تنكشف للعالم
ما قالوا لكم ان عندي ارتجاج في المخ ولا رامي خف على الراجل شويه. الراجل اساسا اخره تقولي له مثلا الدحرج وجري يا رمان. انا هجري يا رمان. ايوه بصي متجاوب ازاي. بجد يا سموله ميرسي جدا، انا من غيرك مش عارفه كنت هعمل ايه. كنت اديني حس. قولي حقنا سموله، حقنا سموله، لاني اقل من سموله عندك. عجبك الورد؟ ايه ده؟ ده ورد؟ لا انا قصدي ايه ده بمعنى ليه ده؟ ليه يعني؟ وانا متخانق مع جنايني، انا مضروب يعني بق اللي محتاج اي حاجه. الواحد بيطلع من الخناقه من هنا بيحط مكانه فرختين من هنا. يعني ده ورد وبتاع ملوش الكلام ده. بص يا عم انا عامل حسابي جايب لك اتنين في بق اهو وتلاته كبده وفي واحد قشطه بالعسل. ها في بق فين؟ يعني كويس قوي ان هم ما ضربوش بقك عشان تعرف تاكل، وما ضربوش عينك فعلا، العين عليها لينسز. والله الحمد لله. ادام الواحد بيتضرب بنايه صافيه ربنا بيكرمه. انا سبت نفسي وقلت لهم اضربوا في اي حته. ليه؟ عشان يبقى معايا حق، عشان تبقى الكدمات في صف. الف سلام عليك يا سموله. اربطي هنا سموله. الله حلوه قوي السموله دي. عارف انا لو كنت عارف ان انا هاخد العلقه السخنه دي كنت هقول لك بلاش تجيب ورد. بلاش ورد رجليه، بلاش ورد رجليه. انا كنت يعني عشمان في انسال فضه سلسله فضه. ليكي في الضمنه بس يا سموله. غبيه زي افتكرت ولا لسه؟ فاكر ما كنت في محنة وقفت جنبك يا صمولة؟ محدش واقف جنب صمولة، محدش واقف جنب صمولة. يا ابني انت مع خطيبتك متقول عليك يا صوته هوش. بعدين جنبي ايه؟ ده انا كنت متشلفط بسببها. يا دولا سيبني عليه بقى، يا دولا بقى اسيبك عليه. تعال ما تسيبه عليا. طيب هنتكلم بعد ما لكش ثانية. انت عمرك اتخانقت قبل كده؟ ما انا دولا متلخبط بقى اساسا. كل ما اجي اتخانق مع واحد كبير يقولوا لي عيب ده اكبر منك، اتخانق مع واحد صغير يقولوا لي عيب ده اصغر منك. انا متلخبط اتخانق مع مين بقى انا دلوقتي؟ ما تتخانقش مع حد. اهو ده قدك. ما انا ممكن اقول لك اتخانق معاه بس انا مش عايزك تخانقني. ما انا نفسي اتخانق بقى. اتخانق معاك بعد ما يمشي. اصبر ماشي يا دولا، اصل انا زهقت من الفرجه بتاعت الخناقات. خلوه هتتضرب. ماشي يا دولا ماشي. ايه ده وفين؟ ما هو افتكرت ولا لا؟ افتكرت. طرشت لي دماغي عديل وفكرتني بايام كنت نفسي انساها يا صموله. خلاص يا دام انت بقى ناويه ذكريات قوي كده، خلينا انا افكرك ايه اللي حصل بعدها. ايه؟ فكرني. فكروا. معلش ممكن تقول لهم بس؟ انزل بالفلاش باك. اي حاجه النهارده ده صموله على حساب عمك امين. تسلم ايدك يا صابوله، المنطقه كلها بتتكلم عن جروحك وشهامتك واصاباتك. قالك دي منطقه معفنه لما حد دخل عليها بكيلو موز. اهو الموز قالك كله. قابل يا عم. ازيك يا نوجة؟ ازيك يا صابوله؟ عامله ايه؟ والله انا مستخسرك في المنطقه الرديئه دي. ميرسي يا صابوله، ده بس من ذوقك. انا على فكره انا جايه هنا بالصدفه. صدفه؟ رب صدفه خير من الف ليله وليله. الله الله الله، الموضوع باين عليه كبير قوي يا جدعان. مش ده الواد سامولا اللي بيتضرب كل يوم؟ لا مش كل يوم، لا في ايام ما بتضربش فيها على فكره. حبيبي هارتي، ايه يا عم فينك من زمان؟ اعذرني معلش نسيت، شكلك كنت بتتعالج بره مصر من العلقه اللي فاتت. محدش يضحك، انا بتعالج جوه بلدي. الله، لايقين قوي على بعض. متشكر جدا. لا انت وعم امين. ده بيهزروا عليا. بهزر عليا؟ لا انا مش هاسكت بقى. انا قلت لكم الدنيا دواره وهتغابه، هديك اشد العذاب. تعالى لي بقى يا حبيبي وريني هتتغابى علينا ازاي. صموله ارجوك ما تروحش في حته. والله ما رايح. لو عايز يجي يضرب يضربني وانا هنا. انت حر؟ ماشي. بص سباقين انت بس على بتاع الورد، ولو في خاتم فضه يا ريت يا نونجا. وبعدين قولي للاستاذ عادل يفكر في الفراخ شويه. فراخ؟ ماشي. خلي بالك من نفسك. حاضر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لو مت افتكر اللي انا عملته معاك. ها ضرب افيان ممنوع. خلاص تعالى لي بقى يا حبيبي يلا. الف سلام عليك يا صموله.
وبعدين احنا كل شويه هنبقى رايحين جايين على المستشفى ولا ايه؟ يعني يا ريت بقى كفايه كده، احنا ورانا شغل برضه. لا ما احنا اخدين مهدنا ان ما حدش يضرب تاني الا بعد ما خف. بيبي انت لو لاحظت وعينت الجروح هتلاقيها بتبقى الاصل بتاعت المره اللي فاتت في نفس المكان، وبالتالي سامولا يواجه عصابه مهندسه منظمه. والله ما قالوا لكم ارتجاج. قعدت اقول لك بلاش يا سامولا، بلاش يا سامولا، ما سمعتش الكلام. كنت قلت لهم هم، كنت قلت لهم بلاش يا هم، بلاش يا هم. يعني انا كنت واقف بلاش يا سامولا، يعني انا بتمنى اتضرب. بعدين مش مشكله يا استاذ النونجا، علقه تفوت بس اعيش مبسوط. ايه يعني ايه؟ الواد شكله ادمن الضرب خلاص يا رامي. لعلمك يا استاذ عادل، انا كنت ممكن اضربه معوره ومجمد قوي في اماكن معينه انا عارفها ولوحدي، بس كنت هتصل بثلاثه اصحابي عشان هم فتره بقى. بس انا احتراما لعم امين الراجل اللي واقف في الكشك الغلبان الحزين كان خاف قوي. يعني انت احترمت عم امين فما رضيتش تضربه؟ عم امين عموما حكى لي على كل حاجه، وحكى لي قد ايه يعني انت كنت مهذب وانت بتضرب وحاطط ايديك ورا ظهرك يعني، وعمال تقول لهم والنبي والنبي يعني ايه، ما بلاش اضربكم يعني. لا بص يا استاذ عادل، انا بلا فخر الوحيد اللي في المنطقه اتضرب ما قلتش اه، احسن يفتكرون ان انا موافق اه فيكملوا يعني. انا من منظوري الخاص انه انت لازم تبتعد عن كشك عم امين لمده سنتين ثلاثه لحد ما تتعافى وترجع لقواتك. ما اقدرش ما اقدرش، عم امين ده في مقام امي. يا بس على فكره انت اتضربت مرتين والحمد لله عدوا على خير، انا خايف بقى تتضرب المره ثالثه، وبعدين ايه المثل بيقول الثالثه ثابته والرابعه خمسه والسبعه تسعه، لان انا مش هنسيب حق سموله، انا مش عايزكم تسموله. بعدين يعني عشان الأستاذة نوجة، أنا أتضرب كل يوم ثلاث مرات قبل الأكل وبعد الأكل، ألا فين هو الأكل؟ جاية حالا يا سامولا. يا دي ضحكتها. إيه؟ تتجوزني؟ فيها إيه؟ وأنا غلطت فيكي؟ أنت المفروض تفرحي وتزعططي وتزرغطي كمان، وبعدين انت مش انا هتجوزك وستيتك، انت ما تعرفيش ان انا راجل كسيب؟ انا راجل كسيب سواق ميكروباص قد الدنيا. تعالي يا حاجه، واحد طلبيه جيزه جوه، انا سواق محترم يا حاجه. الكرسي اللي ورا اربعه ما تقرفناش يا امي، وضحك من القلب ضحك. وبعدين انت ست عارفين اكل العيش يحب الطعميه. ايه يا سموله دلوقتي انت مفاجئني بكلامك ده؟ ما تتفاجئي، مفاجأة حلوة، المفروض تقولي لله يا سامولا، اتجوزني تاني يا سامولا. وبعدين افهمينا يا استاذة نوجة، أنا راجل دغري ماليش في اللف والدوران، طلبية جيزة جوه. وبعدين بلا فخر، أنا الوحيد اللي عمري ما كسرت إشارة مرور. حاكم كده يعني عندنا في المنطقة يسموني لما يشوفوني يعني على طول سامولا شرطه خضرا، سامولا شرطه خضرا. أنا بس إيه عايز أعرف اللي ليكي واللي عليكي عشان أنا هعرفك اللي ليا واللي عليا. طيب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي. هو انت ايه اللي عجبك فيا؟ اه ده انت جاي ترغي بقى. ده ما ردتش عليا، هقوم امشي. قوم امشي. ماشي. استاذ نوجه في ايه؟ دي زرايا. انا عارفك. يعني انت عايزه واحد زي حالاتي يعني يا استاذه نوجه، خريج كليه مرمطه، ليسانس شحطاطه في الحياه، يعدي عليا حنيتك كده بالسؤال؟ لا يا استاذه نوجه، لا خالص. ده انا كنت باخد الصبر من عينيك وانا بتضرب. استاذه نوجه انت بالنسبه لي فرصه. فرصة ومش هضيعها في حياتي، عشان لو ضيعتك صحابي هيلموني من جوايا ويقعدوا يقولوا لي اللي ضيعت الفرصة سامولا، ضيعتها من ايدك سامولا. بص يا سامولا. بص يا ايه؟ يا سامولا. الله سامولا، أول مرة أحس إن اسمي باللزوزة دي. بص أنا طبعاً منكرش إن أنا معجبة برجولتك وشهامتك. وفي تفاصيل تانية برضو بس هتعرفيها مع مع العيشة. ماشي أوكي، بس ده ما يمنعش إن الموضوع مش بالسهولة اللي أنت متخيلها دي، إديني فرصة أفكر. فرصة إيه؟ ما أنا من أول ما قعدنا مديك الفرصة دي، ما فكرتيش ليه يا نجلاء؟ شراب الفراولة. عايزه ايه؟ انت بتعملي ايه؟ تتجوزي واحد زي سامولا؟ ابي عادل ده الانسان اللي هلاقيه معاه سعادتي. سعادتي اعمل لك يا سعادتي. انت اتجننتي يا عادل؟ ايه؟ معرفة الادب.
تعالي يا حماتي، تعالي يا حماتي، اهدي اهدي، مفيش جواز. يعني ايه؟ يعني ايه تتجوزي صامولة؟ ايه اللي هتتجوزه؟ انا مش فاهم. بصرف النظر يعني عن القرد في عين امه بيبقى دايما غزال، شكلها بتحبه قوي ومتمسكة بيه قوي. خلاص خلاص يا حماتي، جواز ايه؟ جواز ايه؟ تعالي تعالي تعالي، انا اتصرف، انا اتصرف، انا مقتنعة بيه، مقتنعة بيه. انا برضه على فكرة مقتنعة. يا سناء، سناء اتصرف يا سناء، اتصرف. يا نوجة يا حبيبتي، بصي يا نوجة، ما تبقيش متساهلة، اثبتي، اجمدي، خليكي ست تقيلة. الراجل عامل زي كوباية الشاي، ما تبقيش زي البسكوت، أول ما يحطك في كوباية تبوش وتنزلي في القعر فيضطر يدور على بسكوتة تانية. أيوه هو ده الكلام الصح. أيوة. خليكي عاملة زي الرغيف الفينو، بحيث أما بينزل جوه كوباية الشاي باللبن بيشفط الشاي باللبن مع التفل مع السكر مع كله. يا راجل يا حبيبتي اسمعي بس، أصلي جوازتك من صامولة ده بقى بالزيت ده، البيئة ده هتبوظ شكل العائلة الأسري. قولي لها محترم، قولي لها زمان. أيوه بقى رانيا، الشغل عمره ما كان عيب، وهجوزه إيه؟ تعالى حماتي، تعالى حماتي، الحق قولي يا بي، الحق حماتي، حماتي استنى، انا هتدخل، انا هضطر اتدخل يا حماتي. استنى حماتي، انا هقول لك، انا هقول لكم على حاجه ببساطه. الراجل بتاع البيت هيتكلم، خلاص كله اسكت. انت يا بت الواد ده انت مش هتتجوزيه، وكلمتي لا يمكن تنزل الارض ابدا. اتجوزت نجلاء وبسببك كلمتي نزلت الارض. دول لما انت طول عمرك كلمتك بتنزل الارض يا عم. واتجوزت نجلاء وتغيرت نجلاء 170 درجه، بقت بني ادمه ما نعرفهاش، بقت بيئه. لا لحد هنا وجبت معايا الموقف، انا مش هقدر اسمع شتيمه مراتي قدام عينيا. طب ما تلف كده ويقعد يشتم هو بقى. ها مش قابل الغضب دلوقتي. ساكن. انا همشي دلوقتي، عديلي وتخلص الموضوع ده مع نفسك، عشان عندي ورديه ميكروباص. عنتر فين يا صاموله؟ انا اللي المفروض اسال. عنتر فين يا عديلي؟ على فكره الواد ده لو ما رجعش انا هخلف غيره وهطربها على دماغكم كلكم. هيتف هيتف هيتف. انا مش عايزكم تصمولة، انا مش عايزكم تصمولة.